السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا متتبعينا الكرام في قناتكم أليسان كندا. الخبر اللي جبنا لكم اليوم هو خبر سيء بالنسبة للناس الزوار اللي متواجدين في كندا، وكيهم يعني النشرة اللي الخبر اللي علنات عليه مصالح الهجرة الكندية، اللي كيهم السياسة العامة من اجل السياسه، من اجل المنفعه العامه اللي كتهم الزوار اللي كان بالامكان ديالهم انهم يقدموا رخصه عمل انطلاقا من كندا، يعني اثناء التواجد ديالهم في كندا الا لقاو شي امبلويور اللي يقدر يعطيهم يعني عرض عمل يقدروا يديروا الاجراءات ديالهم انطلاقا من كندا. الا انه ابتداء من هذا النهار هذا 28 أوت 2024، فما بقاش مسموح للزوار انهم يقدموا طلبات العمل انطلاقا من كندا. عليهم اللي لقى شي مشغل عليه انه يخرج يدير الاجراءات من خارج كندا. كيف ما كتعرفوا هاد السياسه هذه كانت انطلقات مع البدايه ديال كوفيد، كانوا محتاجين ليد العامله بزاف، وكانوا الناس متواجدين هنا كزوار وما كانش بالامكان ديالهم العمل، فعلنات كندا على هذه السياسه هذه اللي كان من المقرر انها تبقى مستمره حتى 2025 شهر فبراير 2025، الا انه تم التوقيف ديالها ابتداء من اليوم. وهذا غير واحد من الاجراءات يعني اللي داروا في هذا المجال ديال الهجره، المجال ديال جلب العمال الاجانب رخص العمل. فكاين حتى كيف ما سبق لكم يعني غتكونوا عرفتوها على ان الكيبيك حبسات المد ديال تصاريح العمل في الجزيره ديال الموريال، الا دارت واحد الاستثناءات اللي هي مثلا ليو صالير، الا كان الصالير غادي يتعدى 27 دولار، او انه يكون داخل في واحد المجموعه ديال المهن بحال البناء ولا الصحه ولا داكشي ديال الزراعه، يعني المجالات اللي محتاجين فيهم العمال بطريقه كبيره. كيف ما من بعدها جات الفيدرال علنات حتى هي على انها غادي تزير المد ديال تراخيص ديال العمل بالنسبه في المدن الكبرى، وحتى في بما يخص يعني لي باساليغ، يعني اللي غادي تخلصوا الاجر اللي هو غادي تخلصوا شي صالير اللي هو قليل. وهاد المجموعه ديال الاجراءات اللي كتقوم بهم كندا، وهاد الاجراءات هذه كتقوم بهم مصالح الهجره من بعد واحد الضغط كبير اللي شي كيوجه اصابع ديال الاتهام للاجانب، في الخصوص انه قله المساكين كيف ما كتعرفوا واحد الازمه ديال السكن اللي هي خانقه، كيف ما انه بدات في كندا في المدن الكبرى كاين واحد البطاله اللي ولات يعني منتشره بشكل كبير، والناس مثلا كتبغي تقلب على شي دار ما كتقدرش تلقى الكره لانه ولا الطلب كثير. ونتمنوا من الله ان هاد الاجراءات هادو يتوقفوا غير هنا، يعني ما يزيدوش الحوايج اخرين، لان على ما سمعنا حتى الطلبه حتى هما غادي يتقاصوا في هاد الاجراءات هادو، الا انه يعني الشكل كبير دابا اللي شفناه هما العمال الاجانب ورخص العمل هما اللي يعني اللي متاثرين بزاف، هما اللي حاطين عليهم العين وزعما وكيزيروا عليهم الخناق. غير الاشكال اللي كبير هي انه كاين واحد العدد كبير ديال الوظائف اللي الناس الكنديين والناس اللي متواجدين هنا ما كيديروهمش ولا ما عندهمش التكوين باش يديروهم. فبطبيعه الحال كندا كتبقى بلاد ديال الهجره، وغادي تبقى دائما محتاجه لجلب العمال الاجانب. هذه غير ازمه وغادي تفوت وان شاء الله غادي يكون خير. غير من ناحيه اخرى فكما كيقولوا رب ضاره نافعه، لان ما نساوش راه عندي فيديوهات سجلتهم وما حطيتهمش، الناس اللي استغلوا بزاف بشكل كبير هذا التواجد ديال الزوار هنا. كنشوفوا لي فيديو اللي تيقول لهم رواحوا رواحوا كندا راه كلها فلوس، راه غتلقى يعني السكن باطل، تلقى القرايه باطل، تلقى هذه باطل، يعني فابور.
ومنين تيجيو لهنا كيتصدموا بالواقع المر، وهو انه اكتضاض، ما كاينش السكن. بالخصوص انا كنهضر على المدن الكبرى بحال الجزيره ديال موريال. فاحنا حنا مهاجرين، يعني من اصل مهاجرين، وكيصعب علينا اننا نتمشاو فيها. فهاد الشيء كيعطيكم واحد النظره على شنو الواقع المر والمعاناه اللي هي كاينه. كيف ما انه كاينين شي ناس اش غنقول لكم، الله ياخذ فيهم الحق، استغلوا بزاف هاد المجال هذا، كيبيعوا رخص العمل، يعني كيتم الاستغلال ديال المهاجرين. كيجي على اساس انه غادي يقلب على غادي يقدر يلقى رخصه العمل، فكيلقى راسو مضطر على انه يخدم باي حاجه. كيف ما انه كاينين ارباب العمل اللي كيستغلوا الناس، كيجيبوهم تيقول لهم حنا دفعنا لكم، هما راه في الاصل راه ما دفعوش ليهم حتى شي حاجه، ولا كيدفعوا كيغوتيغيو، وبنادم كيبقى خدام وما ضامنش راسو، ما ضامنش انه غادي يلقى شي حاجه، كيخدم غير هكاك لله في سبيل الله. واستغلال كبير بالنسبه للناس. غادي نخلي لكم الرابط ديال هذيك السياسه العامه، هذاك باش توقف، يعني القرار باش توقف هذا العمل بهذا، يعني مد رخص العمل او دفع رخصه العمل انطلاقا من كندا بالنسبه للزوار. غادي نخلي لكم الرابط ديالو بالنسبه للناس اللي باغيين يطلعوا عليه. ففيها نيت غادي تقراو بان من بين الاسباب اللي جعلت كندا تاخذ هذا القرار هو الاستغلال اللي كيعانيو منه الناس، في يعني اللي هما ضعفاء. فكيجي مثلا فيزيتور كيجي لهنايا كزائر، وكيبدا يقلب على الخدمه، فكيتم الاستغلال ديالو ماديا، حيت ولاو دايرين شركات اللي كيجيبوا، يعني كياخذوا ليهم الفيزا باوراق ماشي هي هذيك، ويجيبوهم حتى لهنا ويكريو ليهم، كيبقاو يحسبوا عليهم حتى يعني وكيستغلوهم وكيضروا على انهم يخدموا. كاينين اللي جنسيات اخرى فعايشين عيشه ديال العبيد، وكيف ما كتعرفوا هاد الاشياء هادي راه ما خصهاش تكون، لان رخص العمل كتعطى هكاك لان المشغل محتاجك باش تخدم عنده، وباش وهو اللي كيخلص الجانب ديالو، انت كتخلص داك الشيء اللي خصك تخلصو للغوفيرنمون باش تخرج يعني الرخصه العمل ديالك. من غير هكاك داك الشيء كامل اللي هو زايد 10,000 12,000 وداك الشيء اللي كنسمعوا واللي كيخلع، فداك الشيء كامل راه غير زايد ووسيله من وسائل استغلال الضعفاء. وحنا عارفين بان الازمه اللي هي ازمه عالميه وكل شيء كيعاني، الا انه بالنسبه للناس اللي دابا عندهم يعني عندهم وعد انهم يخدموا او افخدوا بلوى، فبامكانهم انهم يرجعوا للبلد ديالهم يقدموا الطلب ديالهم من تما، يقدموا الطلب ديالهم من البلد ديالهم، وإلا كانت الامور ديالهم كلها صحيحه وكيستوفي الشروط اللي حنا ذكرناها، فبطبيعه الحال غادي تحصلوا على رخصه العمل ديالهم، وغادي يجيو معززين مكرمين، ما غيستغلهم حد، ما غادي يعني ما غيحيد لهم حد رخصه العمل ديالهم، وما غاديش يجي يمشيو يعني هما كلهم خوف وهلع النقط الحدوديه مع امريكان، فين كيمشيو كيديروا داك لو تور دو بوتو، فكيعيشوا فيه الناس واحد الستريس اللي هو خايب. فمن الافضل انك تجي مرتاح راك في الطياره، جاي بوريقاتك في يديك، وتجي ودوز دير الاجراءات ديالك في المطار وانت مهني وكتحمد الله وكتشكرو. فكنتمنى الاخوان والاخوات انكم ما تيأسوش، واخا هادشي كامل اللي كتسمعوه، هادشي كامل اللي غادي تقراو، فاللي كان عنده يعني مكتبه ليه شي حاجه غادي يشوفها. فالا كنتو واخا دابا كفيزيتور هنا، كانت مكتبه لكم انكم تعيشوا في كندا، فغادي تعيشوا فيها. غير واحد الحاجه اللي كنصحكم بها بالنسبه اللي هما كاينين هنايا دي فيزيتور، النصيحه الاهم وهي انه ما خصكمش تحرقوا الفيزا ديالكم. اللي عنده الامكانيات يدير التمديد، اللي مشى ليه ستاتيو ديالو يعني حرق الفيزا، فطلي التاريخ فاش غادي يرجع، فمن الضروري على انه يدير اعاده لو ستاتيو قبل ما تستوفى 90 يوم، باش يقدر انه يكون يعيش بطريقه شرعيه، او طريق يعني بطريقه شرعيه،
ويرجع ترجعوا وتعاودوا الواحد ما يقش، وان شاء الله خير. كنتمنى اخواني اخواتي انكم استفدتم من الفيديو ديالي اليوم، واخا جبت لكم فيه اخبار سيئه الا انه الواحد ما كيقش، وربي كبير واللي مكتبه ليه شي حاجه غادي يشوفها. كنتمنى لكم التوفيق والله ييسر الجميع. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم على قناتكم أليسان في كندا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.